Hey, Sir Marcus. أبو إيش؟ أبو إيش سيشن؟ نتقصف به. أمك وفت عشان أنا كنت تشتغل على اهلا فيك يا صابر. قل لابو النور، انت كيف عرفت ان انا صابر وانت عاجز بتشوفش؟ انا شفتك بقلبي والقلب يشوف يا ابو النور. القلب يشوف وبيحس وبيحب. الفرق بين العين والقلب ان العين بتشوف الدنيا وممكن تنخدع فيها، لكن القلب بيشوف الأبيض والأسود فيها، بيشوف كل الألوان. كل الألوان؟ بشوف اللون الأبيض. وش بتشوف فيه؟ بشوف فيه الحب والسلام، بشوف فيه الطير وهو بغني أحلى الكلام، بشوف فيه توب الفرح وصوت الأذان. والأخضر بشوف الفلاح وبيزرع الأرض، بيستنى لما يطلع الشجر والورد. والأصفر بشوف الأمل والضي، بشوف الضمير وهو لسه حي. والأزرق بشوف الجمال والصفا، بشوف البحر وهو بيحضن السما. والأحمر فراق وضياع وخوف وخطر، وهو هذا اللون اللي بينطبق علينا، ضايعين وخايفين وعايشين في خطر. بس هيجي اليوم، هيجي اليوم يا ابو النور اللي شعبنا يطلع فيه فوق منصة التاريخ والعالم كله يسقف. غريب كلام هب بطلع منك انت يا صابر. أوقات أبو النور الواحد بيكون جواه كلام مش قادر أعبر عنه، أوقات الكلام بيطلع منه غصب عنه. قول أبو النور، أنا أول ما جيت سمعتك قاعد بالدندن، أنا كنت بغني يا صابر، ولو إنك خطيرت أبو النور، بس صوتك لسه شباب، وأنا غني بتحب تغني أبو النور، بحب أغني للوطن. شكلك بتحب الوطن يا ابو النور. واحلى حكاية تمر علي قضيت فيها احلى ذكريات، مع بيتي اللي بنيته، بستان اللي زرعته، وحلم اللي حبيته، واللي صحاني منه كابوس كره الخضار ورسم الدمار، سلب من الهنا بده نسيني مين انا. ونسيت من انت؟ كيف بدي انسى وانا جوايا والامل قدامي وذكرياتي ورايا؟ احكي لي ابو النور عن البلاد. فيها الميلاد وفيها الربيع، دايما بيشتاق وبيجي من غير معاد. بتعرف يا ابو النور، ولو انها الدنيا تلاهي، بس كتير بقعد مع نفسي وبذكر بلدنا اللي راحت منها في 48، وبذكر ايام ما كنت في سادس ابتدائي المدرس بيسال شو هي بلدكم الاصليه، أيام كل الصف جاوبوه بلدهم الأصلية. اللي قال له حيفا، واللي قال له يافا، في برير وبربرة وعسقلان والجورة وصرفند العمار. لما جاء ننظر قلت له مش عارف، لأن عن جد ما كنتش عارف شو بلد الأصلية. ساعتها بالنور حسيت حالي ولا حاجة،
اول ما روحت البيت رحت لابوي سالت شو بلد الاصليه، قال بلد الاصليه يافا. تاني يوم اول ما رحت المدرسه دخلت الصف رحت المدرس قلت له بلد الاصليه يافا. حلو يافا ابو النور، يافا عروس في احلى فستان مزين بخرز والوان، وحيفا زهرة بشدى وريحان، وبسام ورد في أحلى بستان، وعكا مقبرة الغزاة وملجأ الفرسان. تعرف يا ابو النور، هيجي اليوم، هيجي اليوم اللي الحد يرجع فيه لأصحابه. أكيد يا صاحب. طيب مش خايف يا ابو النور إنك متلحقش اليوم هذا اللي تشوف في بلدك؟ لا، انه يرجع لي اولادي واحفادي، وهيبنوا بيتي، وحيزرع بستان، وحيكملوا حلمي. قول يا ابو النور، ضايل في صبر في السوق؟ الصبر مع السوق، بس مين اللي يشتري؟ الصبر في السوق الموسم معين بينزل فيه، بس بعد ما يروح موسمه مش هتلاقي صبر في السوق. طب الصبر في السوق لموسم معين بينزل فيه، طب الصبر عند الناس له موسم؟ الصبر في السوق غير الصبر اللي عند الناس. الصبر في السوق الموسم معين بينزل فيه، لكن الصبر اللي عند الناس لازم ينزل في كل المواسم. الصبر عند الناس لازم ينزل في كل المواسم، ايش يعني؟ مش فاهم. يعني الصبر عند الناس لازم ينزل في موسم المحنة، موسم الفقر، موسم الغربة والفراق والظلم. طب الصبر عند الناس يا بالنور في أسواق نشتري منها؟ طبعا، سوق الإيمان، سوق الأمل، سوق التوكل على الله. وميزة هاد الأسواق إنها بتبيع الصبر ببلاش، بس قول يا رب يا صابر. يا رب يا رب يا رب.